السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي. عقود عمل دائمة وموسمية ومنح دراسية، نتكلم عن عقود العمل الدائمة في هذا الفيديو، وباقي اللينكات أتركهم في صندوق الوصف. إذا أردت الهجرة إلى فنلندا بدون سيرة ذاتية، أجب معي على هذه الأسئلة البسيطة، أسئلة سهلة جدا تحصل فيها على هذا العقد بشكل أوتوماتيكي وسريع. هناك بريد إلكتروني تحصل عليه، سأسجل معكم أنا في هذا الفيديو، أسجل معكم في بعض يعني في قطاع معين. هناك قطاعات عديدة نتعرف عليها لكي نهاجر إلى فنلندا، ونجيب على 4 أسئلة فقط أو 3، فهي ليست كثيرة. دخلت على الموقع بالأمس ولكن يعني لم أتعمق فيه كثيرا، أتركه لكم في صندوق الوصف لكي تدرسوه جيدا. أريك طريقة التسجيل فقد تعرفت عليها، وكيف ترسل بدون سيرة ذاتية إذا لم تكن لديك. إذا كانت لديك فهم يتركون لك 2 خيار. الخيار الأول وليس الخيار الذي على بالك، الخيار باللغة العربية يعني الاستثناء الأول بالسيرة الذاتية، والاستثناء الثاني بدون سيرة ذاتية. أجب عن هذه الأسئلة، تجيب علي. أنا أسف على اللغة العربية لأن هنالك دول عربية كثيرة ولا أتكلم باللغة المغربية، فهنالك من يعني لا يعرفها. أتمنى لكم حظا موفقا. طريقة التسجيل سهلة جدا، لا تتطلب منك سوى أن تتابع معي هذا الفيديو إلى الآخر لكي تعرف القطاعات وتعرف عقود العمل الدائمة. وبالنسبة للعقود الموسمية أتركها لكم في صندوق الوصف مع المنح الدراسية، أيضا موجودة المنح الدراسية. نتكلم عن العقود الدائمة. ثم وأخيرا وليس أخيرا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد. مرحبا أصدقائي، هذا هو الموقع الذي تكلمنا عنه. هنالك العديد من الأمور موجودة فيه والكثير من الأعمال. هنالك تحصل على وظيفة صيفية بدون خبرة، يتكلم عنهم من هم داخل فنلندا ومن هم خارج فنلندا. سأريك كل شيء، تابع معي وكيف تجيب على هذه الأسئلة، أيضا في خطوات قليلة وبسيطة، بعض الصور وبعض الإجراءات تنزل إلى الأسفل. هنا بعض المهن المنشورة حاليا، سوف أريك كيف تبحث من خارج فنلندا. هنالك أيضا مواقع رسمية للتواصل الاجتماعي لهذا الموقع، انستغرام، لينكدين، فيسبوك. تنزل إلى الأسفل، أسفل الصفحة هنا الخدمات، وأكثر من 500,000 زائر في الأسبوع، الكثير من الزائرون في هذا الموقع كثيرا جدا. سواء كنت باحث عن عمل أو صاحب عمل، نقدم لك طريق جديدة للعثور على ما تريد. وظائف جديدة جدا في المناصب الإدارية، القطاع العام، العمل الصيفي، العقارات، النقل والخدمات، هنا خدمة الزبائن، في الثقافة والترفيه، في المطاعم والسياحة، في التسويق، في التعليم، الإخوان المعلمين ومن يريد يعني أن يسألني دائما عن التعليم فهو موجود. وظائف للطلاب أيضا، من يدرس في فنلندا ومن هو خارج فنلندا، سواء لديك بكالوريا أو ليست لديك. إذا نضغط بكل سهولة على أي قطعة من هذه القطاعات كما تكلمنا في أول الفيديو، نضغط على التنظيف والصرف كما ترى، يعني على سبيل المثال لكي تلك طريقة التقديم. الموقع يظهر لك باللغة الفنلندية، تضغط على 3 خطوط في أقصى اليسار، ثم تنزل تجد الترجمة تضغط عليها، ثم يحولك مباشرة إلى الترجمة باللغة العربية لمن يسألني دائما عن الترجمة. هذا بالنسبة للمنظفات، المنازل هنا، البحث بسهولة، منظف منزل، منظف، كل هذه بعض المهن المتوفرة حاليا في فنلندا. نضغط على أول خيار على سبيل المثال، سأريك طريقة التقديم وأنت تبحث عن الأمور الأخرى الخاصة بك. دائما نستعين بالترجمة لأن اللغة فنلندية وليست إنجليزية وليست فرنسية. هنا الإجراءات ومتى تنتهي والتقديم إلى هذه الوظيفة. هذه هي المهنة والمسمى الوظيفي كما ترى، مجتمع لطيف، هنا الهاتف، وأيضا سنكون سعداء لإخبارك أكثر. التقديم لهذه الوظيفة هنا، نجد قدم بدون سيرة ذاتية، لا تحتاج إلى سيرة ذاتية أو تطبيق للتقدم لهذه الوظيفة. يمكنك التقديم عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة، أي أسئلة أيضا بدون سيرة ذاتية كما شرحنا لكم في أول الفيديو. تجد هنا باللغة الفنلندية لديك رخصة سياقة، هكذا تضغط عليها ثم تقوم بترجمتها هنا هكذا على هذا الشكل،
ثم ترجمة لكي تعرف ما هو السؤال، ثم تحتجد لا نعم أو لا كما ترون. هل لديك رخصة قيادة؟ نضغط على نعم أو لا، كل واحد يضغط على خياره. هنا نعم أول خيار، ثم نيكست كما ترى تضغط عليه. السؤال الثاني نفس الشيء، تقوم بترجمته فهو باللغة الفنلندية، ثم يعطيك نعم أو لا. أنت مستعد للقيام بعمل بدني؟ نضغط نعم ثم نيكست. هنا السؤال الثالث، أربع أسئلة بدون سيرة ذاتية ونتحصل على بريد إلكتروني، سوف أريك ذلك فتابع معي. هل لديك خبرة سابقة في عمل التنظيف؟ لا تتردد في تقديم الطلب، حتى لو لم تكن قد فعلت ذلك من قبل فسنقوم بتدريبك على الوظيفة. هنالك تدريب أخي الكريم أختي الكريمة، هنا سنتان من سنة إلى يعني. نضغط على آخر خيار بدون خبرة ثم نيكست. أنت تختار، تضع اسمك وهاتفك ثم بريدك الإلكتروني ثم توافق على هذه الشروط ثم نيكست. سأملأ هذه البيانات وأعود إليكم بسرعة. بعد ملء البيانات نضغط على نيكست لكي نتحصل على البريد الإلكتروني بشكل مباشر كما ترى أمامك هنا. هذه الترجمة تقول لك أنك يعني شكرا على التقديم، سوف ترى ذلك تابع معي. تم تقديم الطلب، شكرا جزيلا لك، لقد تم تقديم طلبك، نأمل في يعني التكلم معك وما إلى ذلك. ثم تحصل على بريد إلكتروني هنا فوق كما ترى، وتقرأ هذه البريد وتكمل أنت الإجراءات. أتمنى لكم حظا موفقا. أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات، وإذا كان هنالك اهتمام بهذا الفيديو سوف نقوم بشرح الكثير عن هذه المواقع، ونتكلم أيضا عن موقع الهجرة الموسمية وعن المنح الدراسية. لا تنسى مشاركته مع العائلة والأصدقاء، وشكرا لكم من قناة سويت هارت للهجرة.